واحدة من أكبر عجائب الطبيعة حول العالم، الشعاب المرجانية تتحول إلى اللون الأبيض وتموت. نحن نتحدث عن 33 عاماً تفصلنا عن الدمار الشامل للنظام البيئي بأكمله. يشعرني هذا بالغضب، لأننا كنا نعرف أن هذا سيحدث، كنا نعرف منذ سنوات. لكن هل من سبيل لإنقاذ شعابنا المرجانية؟ العلماء يعولون على تجارب جديدة جذرية بإنبات قرنفل خاص لمقاومة تزايد درجات الحرارة في المحيطات، لكنه لا يخلو من المجازفة. هنستطيع التدخل من دون أن نزيد الأمور سوءاً؟ قد يتسببون بانتشار نوع متوحش يقضي على الشعاب المرجانية. إن فشلنا في التدخل الآن، فهذا يعني خسارة الشعاب المرجانية في العالم. إنه علم جريء، فهل يستطيع إنقاذ الشعاب المرجانية؟ هذا مرفأ دوغلاس في ولاية كوينزلاند الشمالية البعيدة، إنه مركز كارثة تهدد الحيد المرجاني. صباح الخير، سررت برؤيتك. أهلا بك على متن القارب. أنا إما جونستون، أستاذة علوم البيئة البحرية في جامعة نيو ساوث ويلز. هل كل شيء على متن القارب؟ وأنا عضو في جمعية حماية الحيد المرجاني، وهي الوكالة التي تضع القواعد المخصصة لحماية الشعاب المرجانية. تقوم مهمتي على تقديم المشورة بشأن كيفية القيام بذلك في وجه التغييرات المتزايدة. الرهانات ضخمة والوقت يداهمنا. يجب أن أعرف أحدث العلوم وأقرر إن كانت لديها فرصة في إنقاذ الشعاب المرجانية. سألتقي عالمين في طرفي العالم يعملان معاً لمتابعة تطور الشعاب المرجانية. روث غيتس في هاواي تعمل على أقلمة وتربية شعاب مرجانية خاصة تستطيع مواجهة مستقبل أكثر سخونة. إن لم ينجو المرجان فلن تنجو الشعاب. مادلين فانوبن على ساحل كوينزلاند تبتكر أنواعاً جديدة شديدة المقاومة من الشعاب المرجانية. يجب أن نجرب كل ما في وسعنا. أريد أن أفهم ما يفعلانه، وما إن كانت خبراتهما ستجدي الحيد المرجانية العظيم نفعاً. لكن قبل ذلك، سأذهب في رحلة مع جون رومني الذي يجوب المنطقة منذ 40 عاماً. أريد أن أرى ما حدث بعد عامين من ارتفاع درجات الحرارة في المحيط التي حطمت الأرقام القياسية. نحن هنا في الجزء الخارجي من الحيد المرجاني الرائع. هذا واحد من المواقع الرائعة للغاية. سنغطس هنا وسنحمل جهاز قياس كبير لقياس التأثيرات التي نراها. أعتقد أن سماع الأخبار عن بيضاض الشعاب المرجانية أو القراءة عنه في الصحف العلمية شيء، وأن نراه بأم العين شيء آخر. أشعر أن الأمر بمثابة تحدي لي لكي أقفز وأرى ذلك بنفسي. هذا هو المرجان الذي يغزوه اللون الأبيض، لقد ابيض تماماً. بدأت الطحالب تنمو فوقه أيضاً. أرى حقولاً كاملة من الشعاب الميتة، والبقايا البيضاء بارزة في وجهي. وقد حدث هذا بسبب محيط أصبح حاراً أكثر مما يجب. الطحالب البنية تنتشر فوقها بالفعل. الخطوة الأولى في تمييز الشعاب المرجانية. الطحالب تغطي هذا القسم بالكامل هنا، وقد بدأ بالتحلل. وهنا في الأسفل بقايا، لا شيء سوى البقايا. المشهد كله بقايا.
لم نسمع عن حالة ابيضاض عالمية قبل ثمانينيات القرن العشرين، والآن ثمة أربع حالات. درجة حرارة المحيط تستمر في الازدياد. هذا يعني أن حالات الابيضاض كهذه ستحدث أكثر فأكثر. نحن نسبح فوق هذه الشعاب المرجانية التي لحقت بها أضرار بالغة بسبب حالتي ابيضاض متتاليتين. هذا يشعرني بالعجز، لكن في الغالب هذا يشعرني بالغضب، لأننا كنا نعرف أن هذا سيحدث. كنا نعرف منذ سنوات. كان الغوص رائعاً، غير أنه كان وسط تلك الشعاب المرجانية الميتة ونصف المتحللة غريباً من بعض النواحي، لأن الألوان كانت خاطئة، كانت متنافرة، بمعنى أنها كانت مختلفة عما ينبغي أن تكون عليه الشعاب المرجانية. شعرت وكأنني أشاهد حيواناً يموت. كان ذلك هو التحدي الأكبر، بالإضافة إلى حجم الأضرار. الأضرار التي لحقت بهذه الشعاب المرجانية صادمة، لكن المشكلة أكبر بكثير. في العام الماضي، في النصف الشمالي من الحيد المرجاني، مات ثلثا المرجان. إن كان هذا سيحدث للشعاب، فلا يسعني إلا أن أتساءل عما سيعنيه ذلك بالنسبة إلى المحيط وإلينا. الحيد المرجاني هو أكبر نظام مرجاني في العالم. مياهه تنبض بالحياة، من الأسماك التي تجد غذاءها في التيارات المائية أو تتغذى على النباتات التي تستوطن الشعاب المرجانية، إلى الأسماك التي تصيدها وتلاحقها. وهناك وفرة مثل بعض الأماكن على الأرض. ثلث الأسماك الأسترالية تقضي على الأقل بعض الوقت في الحيد المرجاني. لكن هذه الشعاب تؤثر علينا بشكل مباشر، فهي تحمي ساحلنا من قوة الأمواج التي تحركها العواصف، وهي وجهة سياحية تدر قرابة 30 مليار دولار. تتفق الغالبية العظمى من العلماء على أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى إفساد الكوكب، ولا سيما محيطاتنا، وأن تأثيره على الشعاب المرجانية مأساوي. أساساً، الحفاظ على هذه الشعاب المرجانية في حالتها الأصلية أمر مستحيل الآن. مر عامان متتاليان من الإبيضاض المستمر، وكل التوقعات تشير إلى أن الإبيضاض قد يصبح حقيقة واقعة إن لم نخفض انبعاثات الكربون. نظراً للوتيرة البطيئة لأي تحرك عالمي إزاء انبعاثات الكربون، فهذا يعني أننا سنفقد هذه الشعاب المرجانية بشكلها الذي نعرفه. ليصبح السؤال، هل سنسمح لهذا بالحدوث؟ هل ننتظر لنرى ما سينجو؟ أم علينا أن نستخدم العلم لمحاولة إنتاج شعاب مرجانية تستطيع النجاة من فترات الإجهاد الحراري المشابهة؟ على جمعية حماية الحيد المرجاني أن تقرر كيفية مواجهة المستقبل الذي يتغير بشكل أسرع من المتوقع. للمرة الأولى، تنوي جمعية حماية الحيد المرجاني التدخل بشكل مباشر من خلال ابتكار شعاب جديدة تستطيع مواجهة عالم متزايد الحرارة. إنها خطوة هائلة، لأن مهمة هذه الهيئة تقوم على عدم التسبب بأي ضرر. وتاريخ التدخل البشري يزخر بالكوارث،
وعلجوم القصب خير مثال. في العام 35 جرى إطلاق 102 من الضفادع في أستراليا لالتهام الخنافس التي تلحق الضرر بقصب السكر. لكن بدلاً من أكل الخنافس كانت تلتهم كل شيء آخر، فانتشرت في أنحاء أستراليا مدمرة الحيوانات المحلية التي حاولت أن تتغذى على هذه الضفادع السامة. محاولة التحكم في بيئة نظام معقد ليست سهلة. إن كنا نحاول إنقاذ الشعاب المرجانية، فنحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن المرجان نفسه. فما هو المرجان؟ من مسافة بعيدة يبدو أشبه بصخرة متفتتة أو عظام، لكن عن قرب يبدو مغطاً بزهور صغيرة، لكن كلاً من هذه الزهور هي في الحقيقة حيوان المرجان، جسم مستدير مغطاً بفم تحيط به سلسلة من المجسات. في الداخل توجد أمعاء بسيطة مصطفة بخيوط طويلة من الأنسجة تساعد على هضم الغذاء المرجاني. يمتد المرجان المكون للشعاب على هيكل عظمي من كربونات الكالسيوم على شكل صخرة في الأساس. المرجان عبارة عن مستعمرة يتحول إلى حيوانات جديدة ترتبط كل منها بالأخرى المجاورة لها، وهي متطابقة جينياً لتشكل قشرة حية. المرجان كائنات تصطاد، مجساتها مغطاة بملايين الخلايا اللاسعة التي تقتل ما تمسك به. إنها أسلحة فائقة الفتك على نطاق صغير. لكن في المياه الدافئة الصافية حيث يعيش المرجان لا يوجد الكثير لاصطياده. إذن كيف يعثر المرجان على الغذاء؟ يكمن سر نجاحه في علاقته مع إحدى النباتات. داخل خلاياه الصغيرة تعيش طحالب ضئيلة جداً، خلايا نباتية تعرف بالخلايا المتكافلة. كجميع النباتات تقوم بالتركيب الضوئي باستخدام أشعة الشمس لإنتاج سكريات تكفي لغذائها ولمضيفها المرجاني. إنه نظام حيوي فريد في نوعه، وعلاقة غريبة نوعاً ما، حيث تحصل الطحالب على مسكن، ويحصل المرجان على قرابة 90% من غذائه، ومعاً يبني الطرفان الشعاب المرجانية. لكن بسبب ازدياد حرارة المحيطات، فقد حدث انهيار كبير في هذه العلاقة الجوهرية، والشعاب المرجانية كما نعرفها تختفي وبسرعة. أما عن سؤال إن كان العلم يستطيع مساعدة الشعاب المرجانية على النجاة، فربما تجد الإجابة في الناحية الأخرى في العالم. على إحدى جزر هاواي، يحاول العلماء فهم العلاقة بين الشعاب المرجانية والنباتات، ويستخدمون هذه المعرفة لتسريع تطويرها. أنا في معهد لعلم الأحياء البحرية في هاواي، حيث تقوم روث غيتس بإجراء بحوثها. إنه منشأة مثالية. فهنا يمكن تربية الشعاب المرجانية، وهنا يمكن تربية القرش ذي المطرقة. لكن الأمر المدهش هو أننا فوق الشعاب المرجانية تماماً. تقوم الدكتورة غيتس بدراسة المرجان منذ أكثر من 25 عاماً، وملهمها في ذلك هو عشقها للشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية عبارة عن مدينة طبيعية نابضة بالحياة، فلها بنيتها الخاصة وألوانها وحركاتها. تقوم روث وفريقها بدراسة آلية وضع البيوض المرجانية. ما الذي يحدث عندما تصبح الحرارة مرتفعة للغاية بالنسبة إلى المرجان؟ مرحباً، سعدت برؤيتك. أهلاً بك. مخبر جميل.
يسمح هذا المجهر الخاص لروث ولعالمة الأحياء إيمي إيجرز برفع درجة حرارة المياه لمحاكاة البيئة في المحيطات الحارة لتلاحظا ما يجري للمرجان الحي أثناء وضع بيوضه. هذا هو المجهر الوحيد في العالم المجهز لمحاكاة ظروف المحيطات المستقبلية التي تسمح لنا برؤية كائن حي، أي إنكما تستطيعان رؤية الحيوان المستعمر فعلاً وكل هذا المرجان. عدد خلايا الطحالب أو الخلايا المتكافلة التي تعيش داخل المرجان ما زال مذهلاً، نحو مليون في كل سنتيمتر مربع، أي في منطقة بحجم ظفر إبهام اليد. يقوم المرجان ببناء هيكل الشعاب الذي يدعم الكثير من أنواع الحياة الأخرى، لذلك يسمى النوع المؤسس. إن كان المرجان نوعاً مؤسساً، فمن الواضح أن الكائنات المتعايشة نفسها أنواع رئيسية، لأن المرجان نفسه لا يستطيع البقاء من دونها، وإن لم ينجو المرجان فالشعاب لن تنجو. حين ترتفع حرارة المحيطات كثيراً يلفظ المرجان الطحالب التي تعيش داخله ضمن عملية تسمى التبييض. عملية التبييض التي يقوم بها المرجان تمثل انهيار هذه العلاقة بين هذه الخلايا النباتية والحيوان نفسه. تتفاعل الخلايا النباتية مع ارتفاع درجة الحرارة، وبدل إنتاج الغذاء تسبب تهيجاً في المرجان. حين يتعرض الحيوان للإجهاد يقوم بطريقة ما بقطع هذه العلاقة بحيث يتم إخراج الخلايا النباتية من النظام. تقوم بعضها بإخراج سحب من الطحالب تمدها بالحياة، وأنواع أخرى بلفظها على مدار أيام على شكل كتل صغيرة. ما نراه هنا من سحوب للمرجان هو مجرد أنسجة واضحة للحيوان تغلف الهيكل العظمي الأبيض. المرجان أصبح أبيض لكنه ما زال حياً ويرى بوضوح تحت المجهر الدقيق. لقد تحول إلى شبح مرجان، أليس كذلك؟ أجل، لا تزال البنية موجودة لكنه فقد لونه وحيويته. نعم، يا لها من صورة مخيفة. من دون الطحالب يمكن للمرجان أن يعيش لفترة قصيرة، لكنه في النهاية سيموت جوعاً. تستخدم روث أداة أخرى وهي ضوء الليزر لتحصل على عرض جديد ومختلف للعلاقة المركبة بين الحيوان والنبات. نراها تحت الأشعة ما فوق البنفسجية، ولون الأحمر يمثل الخلايا المتكافلة. تحت الأشعة فوق البنفسجية نرى ما يجري بوضوح حين يتم لفظ خلايا الطحالب الحمراء، حيث يظهر اللون الأبيض على المرجان تدريجياً. نرى أغشية المساريق بوضوح. يبدو المرجان وكأنه يفقد لونه بسبب لفظه لأغشية المساريق، معدته المليئة بالخلايا الطحلوبية وهي النقاط الحمراء. نرى المساريق تخرج من الفم وهي مليئة بالخلايا المتكافلة. إنها ردة فعل غريبة على الإجهاد، لما يتخلص المرجان من أمعائه؟ يبدو أنه تعبير عن السخط، إذ يتم لفظ هذه الطحالب الدقيقة لأنها باتت الآن سامة للحيوان، لقد أصبحت عدوة له بطريقة ما، لذا يتخلص منها. حتى الآن لم يرى هذا السلوك المرجاني من قبل. مما عرضته علي روث وإيمي هناك شيء واحد واضح، أمامنا الكثير لتعلمه عن ردود فعل المرجان على الإجهاد. في ظروف أخرى كنت سأشعر بالحماسة الشديدة لوجودي هنا على جزيرة محاطة بالشعاب المرجانية الاستوائية ومكرسة لعلوم الأحياء البحرية، لكن بصراحة أشعر بشيء من الاندهاش بالنظر إلى تلك الصور التفصيلية الجميلة، لكن الشعاب المرجانية تمر بفترة في غاية السوء.
إنها في طور طرد الكائنات التي تتعايش معها. تعقيد هذه المسألة هو ما يسبب لي هذا الشعور. صباح الخير، كيف حالك جون؟ مرحباً، أقدم إليك أما. المنتج النهائي لعملنا هو إيجاد السبل لمساعدة الشعاب المرجانية على مواجهة مستقبل أكثر حرارة وحمضية والبقاء خلاله. هذا هو التحدي الحقيقي. الشعاب المرجانية في خليج كانواي الذي يحيط بمركز روث تمثل مختبراً مثالياً. المرجان هنا بحالة صحية جيدة حتى الآن، لكنها تعرضت مرة لأزمة إثر التخلص من مياه الصرف الصحي في الخليج ونقلها إليه من المدن والمزارع. قبل نحو 40 عاماً كانت مياه الصرف الصحي تصب بعيداً عن الخليج، تعافت أقوى أنواع المرجان ونمت من جديد وعادت الحياة للشعاب المرجانية. في السنوات القليلة الماضية تعرضت حتى هذه الشعاب المرجانية المقاومة للتراجع الشديد، وهي أحداث قامت روث وفريقها بتوثيقها. ما رأته تحت الماء وفي الصور الفوتوغرافية تملكها تماماً. الشيء المذهل هو أن الأجزاء التي تعرضت للتعرية قد تعافت تماماً في فترة زمنية قصيرة. اثنتان من المستعمرات المرجانية جنباً إلى جنب تحولت إحداها إلى اللون الأبيض بالكامل، بينما لم تصب الأخرى بضرر. لا نعرف عن هذا التعافي، ولكننا نعرف عن الإبيضاض والموت. بالنسبة إلى روث، فهذا يشير إلى أن القدرة على مواجهة الإبيضاض وبناء مقاومة قد تكون موجودة في بعض أنواع المرجان. لكن هل يمكن تحديدها؟ هل يمكن تعزيزها؟ هل يمكنها مساعدة الشعاب المرجانية في حالات أخرى من ارتفاع حرارة المحيطات؟ تتم التجارب في مختبر روث لمعرفة الإجابة. تجربة التكيف واحدة منها، عبر إنتاج أنواع أقوى من الشعاب المرجانية بتعريضها لإجهاد دوري. نقوم بعملية التكييف في هذه، نحاول تحفيز الذاكرة لدى المرجان عبر تعريضه لظروف مرهقة تحاكي فعلاً المحيطات الأكثر دفئاً والأكثر حمضية في المستقبل. من طرق القيام بهذا نقل الشعاب المرجانية من بيئة إلى أخرى. ماذا لدينا هنا روث؟ يحاول عملنا فهم ما يحدث للنظام الحيوي حين ننقل المرجان من تاريخ بيئي معين إلى آخر. تحتوي هذه الرفوف على مرجان تم اختياره من هذا الموقع من الشعاب المرجانية في خليج كانواي. هل مرت هذه الشعاب المرجانية بالكثير؟ لقد واجهت هذه الشعاب المرجانية إجهاداً كبير. لقد مرت بها كل مياه الصرف الصحي غير المعالجة من الخليج بأكمله، وقد مات الكثير منها في تلك الفترة، كما مرت بتجربتي إبيضاض متتاليتين. وهذا بالضبط ما حدث في أكثر من نصف الحيد المرجاني. هؤلاء ناجون حقيقيون، كائنات تخضع لظروف أكثر حرارة وظلاماً وأحياناً أكثر تلوثاً في هذه المياه الضحلة. مستويات الضوء والكيمياء ودرجة حرارة المياه تخضع للقياس بشكل مستمر، حيث ترسل البيانات إلى المختبر عبر العوامة الموجودة في الأعلى. سينقلون المرجان إلى جهة أخرى من الخليج، إلى مكان ذي ظروف مختلفة، لملاحظة تفاعله مع الإجهاد الناتج عن التغيير السريع، حيث سيتعرض للمزيد من الأمواج والتقلبات في درجات الحرارة. انظري هنا، لقد تعرض هذا المرجان للإبيضاض في المرة السابقة. يمكنك أن تري أنه بحالة جيدة للغاية، لقد تعافى تماماً. قد تحمل هذه الشعاب المرجانية العنيدة مفتاح بقاء نظيراتها. نعتقد أن هذه التجارب تثبت مقولة أن كل ما لا يقتلك يجعلك أقوى. بخلاف الحيد المرجاني، فقد نشأت الشعاب المرجانية في هاواي بأنواع قليلة من المرجان.
إن كان في وسع روث الوصول لسر التكيف، فقد تكون قادرة على زراعة الشعاب بمرجان قادر على التكيف بعد حدوث الإبيضاض التالي. من الرائع أن أغوص فوق شعاب مرجانية أخرى. يخيل لنا أن الشعاب المرجانية ظاهرة عالمية موحدة، لكن كل مستعمرة أراها مختلفة. وقد شعرت بأن هذه الشعاب بسيطة نسبياً وجميلة وعنيدة وتسخر بالأسماك، لكنها بسيطة نسبياً من خلال غناها بالأنواع، وبالنسبة إلي فهي نقطة تحول. لكن السؤال الأهم فعلاً من منظور التنوع البيولوجي هو: هل يمكننا استعادة شيء معقد حيوياً بمقدار الحيد المرجاني؟ حيث لدينا مئات الأنواع المرجانية تتنافس في المساحة نفسها. يفيد أحد الحلول بجمع أقوى الناجين معاً بصناعة مرجان أقوى، مرجان خارق. يمكننا زيادة مرونة النظام بشكل عام، وأن نأخذ المرجان الذي يبلي بلاءً حسناً ونشره وإعادة زراعته على الشعاب نفسها. لكن معظم الشعاب المرجانية لا تستطيع التكاثر سوى مرة واحدة سنوياً. إنها الفرصة الوحيدة للعلماء ليساعدوها على التكاثر، وإن أضعوها فسيكون عليهم الانتظار لعام آخر لرؤية واحد من أبهى العروض في الطبيعة، تكاثر المرجان. كثير من المرجان ثنائي الجنس، فهو ينتج مجموعات من البويضات والحيوانات المنوية في حزمة واحدة كلها في الوقت نفسه. تتكاثر أجناس مختلفة من المرجان في أوقات مختلفة من الليل، مطلقة مليارات الحزم من الحيوانات المنوية والبويضات بألوان وأحجام مختلفة. تعتبر هذه الحزم وليمة بالنسبة إلى كل الحيوانات التي تحيا ضمن الشعاب، لكنه ليس سوى جزء من استراتيجية التكاثر، حيث لا يمكن للكائنات المفترسة سوى التهام كمية ضئيلة جداً من العدد الهائل للبويضات والحيوانات المنوية. تطفو هذه الحزم على السطح لتحول لون المحيط إلى الوردي هنا. تتداخل الحزم وتنقسم، وتحدث عملية التلقيح تاركة يرقات مرجانية بالغة الضآلة لتنتشر في المحيط. بعد بضعة أيام أو أسبوع يتحول الجنين المرجاني إلى كائن حي بحجم حبة أرز يسمى البلانيولا، يمكنه السباحة والشعور بالضوء والكشف عن الهوية الكيميائية للشعاب المرجانية. تسبح البلانيولا إلى القاع وتبدأ ببحث مفاجئ عن مسكن مناسب. بعد ذلك تنزل إلى الأسفل، وفي غضون ساعة واحدة تتحول إلى صفيحة مرجانية صغيرة بحجم رأس الدبوس. على الفور تبدأ بإفراز قاعدة من كربونات الكالسيوم، ستتحول إلى منزلها الدائم. تكون بعض أجنة المرجان مرئية بشكل واضح، فهيكلها الأبيض يظهر جلياً. من أجل البقاء والنمو يجب أن تجد شريكاً من الطحالب. تظن روث أن هذه قد تكون أهم لحظة لمساعدة بعض المرجان. إنها متاحة عقب الولادة، والآن يمكننا أن نزودها بالخلايا المتكافلة على أمل أن تأخذها. إن أمكن استزراع الطحالب التي تتغذى على الحرارة في المختبر ثم إدخالها إلى صغار المرجان أو حتى إلى المرجان المبيض في الشعاب، فقد يساعدها هذا على تجاوز فترة درجات حرارة المحيط. لكن هل سيكون ذلك كافياً؟ كل هذا يعتمد على حقيقة أننا في مرحلة ما سنوحد جهودنا لخفض انبعاثات الكربون، ففي النهاية لن تنجح أي محاولة للتطوير ما لم نفعل ذلك. لكننا في الأثناء نفكر في طريقة لمساعدة المرجان والشعاب المرجانية على اجتياز فترة عصيبة. هذا صحيح تماماً. إذا لم نخفف من حدة تغير المناخ فسيكون كل هذا محض مضيعة للوقت. إن السيناريو الذي لدينا هو ارتفاع درجات الحرارة
الحرارة باستمرار، ونحن نعرف أن معظم السيناريوهات تضع درجة الحرارة العالمية في العام 2050 عند النقطة نفسها تقريباً، وهذه النقطة تفوق قدرة الشعاب المرجانية على التحمل. درجات الحرارة ستستمر في التزايد، ومن ثم ستنخفض. سنساعد الشعاب المرجانية على اجتياز فترة ارتفاعها التي تسبق مرحلة الانخفاض. إذن فالسؤال الرئيسي هو: هل نخاطر بالتسبب بمزيد من الضرر في هذه الأثناء؟ ما قد نفعله في هذه العملية؟ ما الشيء الخليق بزيادة قدرة الشعاب المرجانية على اجتياز الأزمة؟ إن لم نساعد النظام، فلن تكون لدينا أي شعاب مرجانية لنؤذيها من خلال عملية التطوير المساعد حتى، وأعتقد أن هذا هو المنظور الدائم للأمر. فنحن بطريقة ما قد نقوم بغزو موطن كائنات حية طبيعية قد تكون بحالة جيدة، لكن هذه الكائنات الحية ليست على ما يرام. بعض الأشياء التي أقوم بها لن تجدي نفعاً، وأنا مستعدة تماماً للفشل، لكنني لست مستعدة للتوقف عن المحاولة. لقد تغير مناخ الأرض بشكل كبير على مدار تاريخها الطويل. أيمكن أن توجد أدلة على ماضي الحيد المرجاني؟ عدت إلى أستراليا في طريقي إلى جامعة سيدني لمقابلة عالم الأحياء جودي ويبستر. نستخدم جهاز السونار المتعدد الأشعة لرسم خريطة لقاع البحر بتفاصيل دقيقة، وهذا يتيح لنا للمرة الأولى تحديد المرحلة التي وصل إليها الحيد المرجاني خلال فترات انخفاض مستوى سطح البحر وتغير المناخ. تعودون عبر الزمن؟ تماماً، نعود بالزمن إلى الوراء. هذه بقايا الشعاب التي كانت مزدهرة حين كانت مستويات البحر أدنى بكثير. خلال العصر الجليدي الأخير كانت مستويات سطح البحر أقل بنحو 120 متراً مقارنة بالوقت الحالي. هذا يعني أن الخط الساحلي كان فعلاً موجوداً هنا. أسمي هذا قصة حياتي وموت الحيد المرجاني عبر الحقب الجيولوجية. لقد مرت الأرض بتغيرات مناخية عالمية كبيرة، ما تسبب بتوزع الأرض ما بين العصر الجليدي وسواه. وهكذا فالحيد المرجاني أشبه بضوء يتم إشعاله وإطفاؤه مرة تلو الأخرى. يقول جودي إن العصر الجليدي الأخير مثال ممتاز، ففي بداياته قبل حوالي 125 ألف عام برد المناخ، فأصبحت مياه البحر الباردة مغطاة بالجليد، وكانت مستويات سطح البحر تتراجع بشكل كبير، وكذلك المرجان الذي كان يتبع الماء، وقبل 20 ألف عام تراجع إلى أدنى مستوياته. يمكننا أن نرى هذا التاريخ في صميم العينات المجموعة عن طريق الحفر في هيكل الشعاب المرجانية. هذا مرجان ضخم. أجل، هذه إحدى الشعاب المرجانية الكلاسيكية التي يتراوح عمرها بين 120 إلى 150 ألف عام، وقد كانت تنمو بسعادة على مدى 50 عاماً. كانت تنمو بمعدل حوالي سنتيمتر في السنة. ثم حدث شيء مدهش هنا، يمكنك أن تري تراجع اللون البني، إنه أفق التربة. أي إنها بقيت جافة في الأعلى. تماماً، مسح الحيد المرجاني من ذلك المكان، فقد بقي على مستوى مرتفع وجاف حين بدأ مستوى سطح البحر في التراجع. ثم تغير المناخ العالمي فأصبح أكثر دفئاً، وبدأ مستوى سطح البحر بالارتفاع بسرعة كبيرة، فعاد الحيد المرجاني الحديث مرة أخرى قبل حوالي 8300 عام. أدى تغير مستويات سطح البحر إلى القضاء على الحيد المرجاني وأعاده للحياة ثانية. حدث ذلك على مر فترات زمنية طويلة، لكن ماذا عما يهدد الحيد الآن؟ فالحرارة تتزايد أكثر من أي وقت مضى. كانت آخر درجة حرارة بين الفترتين الجليدتين أعلى مما هي عليه الآن بدرجة أو أكثر. لكن تلك الشعاب كانت على ما أعتقد لآلاف السنين معتادة المياه الدافئة. لاحظنا تغيراً متمثلاً بدرجة واحدة على مر 50 أو 60 عاماً، وتتحدث عن تغيير استغرق آلاف السنين. صحيح، استغرق أكثر من 10 آلاف عام.
مع جودي لاحظنا أن ارتفاع درجات الحرارة حدث من قبل، لكن ليس بهذا المعدل، وهذا يغير المعطيات. هل ستنجو بعض الشعاب المرجانية بشكل طبيعي؟ أم أنها نظراً لسرعة التغيير الكبيرة ربما تتطلب منا التدخل؟ حتى الآن بعد كل ما عرفته، ما زلت غير متأكدة من الإجراءات التي يجب اقتراحها لجمعية حماية الحيض، وأنا بحاجة إلى المزيد من المعلومات لأتخذ القرار. في المعهد الأسترالي للعلوم البحرية المسمى اختصاراً إيمز، يستخدم الباحثون واحداً من المختبرات البيئية الأكثر تطوراً في العالم في سباق لإيجاد الحلول. أنا متجهة إلى إيمز على تخوم تاونسفيل مباشرة على شاطئ كوينزلاند. يقع المعهد قرب الشاطئ، لكن الشعاب المرجانية تبعد 60 كيلومتراً في عرض البحر. هذا يعني أنها أبعد من أن يزورها العلماء بانتظام. يحضر إيمز الشعاب إليهم من خلال جهاز محاكاة البحر الطبيعي سيسم. يتحكم سيسم بكل جزء من أكثر من 3 ملايين لتر من مياه البحر المتدفقة عبر المنشأة كل يوم. الضوء، درجة الحرارة، الملوحة، الحموضة والرواسب وعوامل التلوث. تحتوي هذه الأحواض على مرجان جلب من الحيض المرجاني، لكن المياه في كل خزان تختلف عن غيرها، حيث تم ضبطها لتوافق ظروف اليوم والظروف المتوقعة لـ 2050 و2100. مرحباً مادلين. أهلاً إيما، هذه التجربة التي أخبرتك عنها، حيث نعرض الشعاب المرجانية لظروف المحيط المتوقعة عام 2050. إنها ليست سعيدة. نعم. مادلين فان أوبن باحثة رئيسية هنا، ينصب تركيزها على دعم عملية التطور. العمل الذي تقوم به يكمل جهود روث غيتس في هاواي. تقوم مادلين بابتكار أنواع هجينة جديدة قد تكون أكثر مقاومة، وتجري التجارب على العلاقة الأساسية بين المرجان والطحالب التي تعيش فيه. السبب الذي يجعلني أرغب في المحاولة والمساهمة في استمرار الشعاب المرجانية هو أهميتها البالغة لسير العالم، فهي أنظمة بيئية هامة وتحافظ وحدها على جزء كبير من التنوع الحيوي. إننا نخرب هذا الكوكب إلى حد بعيد، وإن استطعنا نحن العلماء استعادة بعض الأشياء التي أفسدناها، أعتقد أننا سوف ننجح. بالنسبة إلى مادلين، يبدأ إنقاذ الشعاب المرجانية في بداية حياة المرجان. الوقت عامل حاسم. معظم المرجان يتكاثر مرة واحدة في العام، لذا إن فوتت مادلين ذلك، فسيتعين على تجاربها الانتظار عاماً آخر. إذن تنتظرين هذه اللحظة كل عام؟ أجل، نتوقع متى سيحدث لأنه يرتبط بدورة القمر. أخبرتني بما حدث في شهر نوفمبر الماضي خلال أهم أسبوع في العام في بحثها. هل نجحت عملية التكاثر العام الماضي؟ أجل، جلبنا عدداً لا بأس به من أنواع الشعاب المرجانية، واستطعنا إنشاء عدد من الأنواع الهجينة. تقوم مادلين وفريقها بتفقد الأحواض باستمرار في انتظار اللحظة الحاسمة حين تبدأ حياة مرجانية جديدة بالظهور. لابد من أنها فترة عصيبة. إنه لأمر جنوني، لأن كل هذه الأنواع المختلفة من الشعاب المرجانية تتكاثر في أوقات مختلفة. حين يكون المرجان جاهزاً للتكاثر، توجد الحزم التي تحتوي على البويضات والحيوانات المنوية في أفواهه. إنه سباق مع الزمن، فلتحقيق عملية تكاثر انتقائية تحتاج إلى أخذ كل البويضات والحيوانات المنوية قبل أن يتم تخصيبها. يعزلون تلك الجاهزة للتكاثر وينتظرون حلول الليل. يبدو عملاً ينطوي على مجازفة. صحيح، تكون المجازفات كبيرة حين نتعامل مع أنواع مختلفة، لأنها أحياناً تطرح البيوض في ليال مختلفة، وربما يحدث في نفس الليلة كما حدث في العام الماضي. يمكن للمرجان أن يستشعر الضوء،
ويمكن للضوء الساطع أن يزعج المرجان، وإن حدث هذا فتلك كارثة لأعمال مادلين. لذا يستخدم الفريق الضوء الأحمر ويتفقدون المرجان كل بضع دقائق. ويبدأ الأمر. في البداية ترتفع بعض الحزم إلى الأعلى، ثم يصبح الأمر أشبه بعاصفة ثلجية متجهة إلى الأعلى. يجب على الفريق جمع الحزم قبل أن تنفصل البويضات عن الحيوانات المنوية. تأمل الوصول لهجين جديد من مزج نوعين مختلفين. حين نصنع هجيناً، نضع مجموعة مورثات كائنين متباينين ضمن كائن واحد، ومن خلال قيامنا بهذا نحن ننشئ مجموعة جينية جديدة. وقد يكون هذا المرجان الجديد أفضل وأقدر على البقاء في المستقبل في المحيطات الأكثر دفئاً وحموضة. إن تمكنتم من إنجاح هذا في المختبر وحصلتم على مرجان مقاوم للحرارة، هل سينجح ذلك؟ يتعين علينا اختباره على الواقع، فالتجارب الميدانية أمر بالغ الأهمية. أرغب في القيام به في موقع معزول عن التيارات المحيطية، بحيث نعرف أن هذه الشعاب لن ترسل الكثير من اليرقانات إلى الشعاب المرجانية المحيطة. المجازفة محدودة من حيث انتشار هذه الشعاب. لكن الآن السؤال الأهم ليس كيفية استعادة الشعاب، بل هو هل ذلك ممكن حتى؟ سأسكب هذه هنا. والخطوة الأكثر أهمية هي الفصل بين البويضات والحيوانات المنوية في كل مستعمرة من الشعاب المرجانية، بحيث يمكن لمادلين أن تختار أنواع المرجان التي ستخلط بينها. تمزج في علب بقاع مثقوب بحيث تعلق البيوض ويتحول الماء إلى حليب تنساب خلاله الحيوانات المنوية. قد يكون هذا أكثر من كاف من الحيوانات المنوية. الآن عليها انتظار تكاثر أنواع أخرى من الشعاب المرجانية قبل أن تستطيع تهجينها. في الأحواض خارجاً يقوم فريق آخر باستكشاف طرق لحيازة المزيد من التحكم في عمليات التكاثر. أحتاج إلى جمع 5 ملليمترات أخرى من البويضات والحيوانات المنوية. يقومون بإنشاء بنك للمواد الوراثية لعمليات الدمج الصناعي في المستقبل. ما أسعى إليه هو الحيوانات المنوية الموجودة في هذه الإفرازات، ثم نقوم بتجميده في النيتروجين السائل، وهناك يمكن تجميده وإذابته في حين تبقى الحيوانات المنوية حية، ويمكننا استخدامها في الإخصاب في الليلة نفسها وبعد سنة وبعد 10 سنوات أو 100 سنة أو حين نحتاجها. وهذا يعني أن البنك يعتمد على شيء من التنوع الوراثي. بالنسبة إلى مادلين، فإن وجود بنك للحيوانات المنوية والبويضات لأنواع المرجان المختلفة سيسهل ابتكار أنواع هجينة باستخدام الحيوانات المنوية المحفوظة بالتبريد حين تتكاثر أنواع أخرى. إذن تركزون على الحيوانات المنوية لا على البويضات. حتى الآن لم نستطع حفظ البويضات بنجاح، أي إنها لم تبقى حية بعد عملية التجميد، أما التجارب فكانت ناجحة. لم يستطع أحد حتى الآن تجميد بويضات المرجان، لكن النجاح في حفظ شيء آخر بالتبريد يعد بالكثير. بدأنا أيضاً بتجميد الخلايا المتكافلة لطحالب المرجان. نجحت مادلين في تطوير الطحالب المقاومة للحرارة التاج المرجاني في المختبر. الليلة تقوم مادلين وفريقها باختبار فكرة راديكالية. ستجمد الطحالب المقاومة للحرارة، من ثم ستذيبها وتدمجها بالمرجان. السؤال الأهم، هل ستتقبل طحالب المرجان هذا؟ كيف يصير العمل؟ على ما يرام، نحن مستعدون للتجميد الآن. يجمد النيتروجين السائل خلايا الطحالب بسرعة فائقة، السيمبيودينيوم. نحاول تجميدها بسرعة كبيرة بحيث نحصل على سائل في هيئة قطع صلبة من الزجاج. تتم إذابة الطحالب المتجمدة على الفور وإدخالها إلى عشرات من نبات المرجان في قطرة مياه واحدة. إن تم قبولها
فهذا يفتح إمكانيات جديدة لمساعدة المرجان المبيض في الحيد. ما المدة التي سيستغرقها الأمر؟ سنقيم الوضع بعد يومين، وسنكرر ذلك بعد 4 أيام. سنمنحها الوقت لقبول السيمبايدنم المحفوظ بالتبريد، ثم تتفقد بقية المرجان بحثاً عن آثار بدء التكاثر. أجل، ستبدأ الأنواع الأخرى الآن، إنها تستعد. لدينا الكثير من المستعمرات المعزولة، سوف نحصل على هجين الليلة. في المختبر حان وقت تجربة نوع مرجاني هجين. حين نقوم بعملية التهجين لا نعرف مسبقاً إن كنا سنحصل على ناتج أكثر مرونة، لكن بالصدفة قد نحصل على بعض الصفات أو الخصائص التي قد تكون مفيدة في مواجهة تغير المناخ. يتم حفظ ملايين خلايا الطحالب تحت المراقبة المستمرة. في أيام قليلة سيتم إطلاق سراحها في أحواض ذات تحكم مناخي. لكن الآن يتفقد الفريق اليرقات التي تم تعريضها للطحالب المقاومة للحرارة والتي تم تجميدها ثم إذابتها. تحت المجهر يظهر الأمر بوضوح. لقد امتص المرجان الطحالب المجمدة التي أذيبت والخلايا المتكافلة. حقق ذلك نجاحاً كبيراً. أعتقد أن واحداً من أفضل أملنا فيما يتعلق ببناء مقاومة الحرارة يكمن في الخلايا المتكافلة. أعتقد أن تسهيل عملية التعايش هو الحل على الأرجح. يمكننا التفكير في رش الشعاب المرجانية بالخلايا المتكافلة. لأنها صغيرة جداً وسريعة التأقلم للغاية، فكرة رش شعاب مرجانية كاملة بالخلايا المقاومة للحرارة ستكون أكثر عملية بكثير من زراعة صغير المرجان. صحيح، أجل. إن أمكن حفظ وتخزين كميات كبيرة من الطحالب المقاومة للحرارة، فقد تكون عامل مساعدة أولياً للحد من أزمة ابيضاض المرجان. ترى مادلين في هذا أملاً واعداً لهجينها المرجاني الجديد. لقد قمنا بتطويرها في ظل ظروف المحيطات المتوقعة لعام 2050. بصورة عامة نجت الشعاب المرجانية الهجينة بشكل أفضل من تلك الأصيلة، ويمكننا رؤية هذا بوضوح هنا. في هذا الخط الأيسر كل الشعاب المرجانية أصيلة. إنها صغيرة. أجل، وهذان الصفان هجينان. يمكننا أن نرى أن لدينا بعض المستعمرات الكبيرة مقارنة بتلك الأصيلة التي لم تتعرض للتدخل. أعتقد أن هذا مذهل. إذن فأنتم فعلياً تحاولون الاستفادة من شيء نادر الحدوث، لكنكم تسرعون وتيرة هذه العملية وتمنحون المرجان فرصة للقتال والبقاء أيضاً. أجل، صحيح. مما عرضته مادلين عليه، يمكنني أن أرى كيف يمكن للمرجان الهجين أن يحافظ على هيكل الشعاب المرجانية حتى لو نفقت أنواع أخرى. التزايد المرعب لدرجات الحرارة يقترب منا، والشعاب المرجانية التي نعرفها تختفي. السؤال الذي كنت أحوم حوله هو التالي: هل نتدخل أم نترك الطبيعة تأخذ مجراها؟ ينطوي كلا الخيارين على مجازفة. إن قررنا ترك الكارثة لتتكشف، نعرف أن بعض الشعاب المرجانية سينتهي على الأرجح، لكننا سنخسر هيكل الشعاب. وإن استعدنا الشعاب صناعياً من خلال تهجين مرجان شديد المقاومة، فنجازف بتأسيس نوع متطور، وهذا سيقضي على البقية. يجب أن أتخذ قراراً بالمشورة التي سأقدمها لمنظمة حفظ الحيد، ويجب أن أفعل ذلك سريعاً. أكره أن أكون فظة، لكن ليس لدينا الكثير من الوقت للتفكير بالحل في هذه المرحلة. نحن نهدد كل شيء على الشعاب المرجانية، كل شيء. لا أظن أن على الشعاب المرجانية أن تكون بهذا التنوع الذي نراه، لكن من دون هياكل الشعاب المرجانية فلن يكون هناك أي نوع من المرجان، لذا يجب أن ننقذه.
إذن هل يستطيع العلم إنقاذ الحيد المرجاني؟ أعتقد أن الإجابة يجب أن تكون لا، ليس الحيد المرجاني كما عرفنا. هل يمكن للعلم أن يساعدنا على دعم الشعاب المرجانية في الفترة التي تشهد تغيراً مناخياً؟ إجابة هذا السؤال هي نعم، فقد يساعدنا دعم تطور نوع أو نوعين من المرجان المهم على بناء الشعاب في الحفاظ على هياكلها، وخاصة حين تفوق عواقب الامتناع عن فعل شيء المخاطر. للمرة الأولى ندرس مقترحات لاختبار مرجان جديد على الشعاب، وليس لدينا وقت لنضيعه.